السلام عليكم. نشر دور الأخبار نبدأها بالعناوين. نحن نرحب بالأمن والأمان. الجيش يبدأ تمشيط قرى نصيب وأم المياذن والطيبة جنوب شرق مدينة درعا. بدون خروق في التصويت، انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع العام في العراق. ونساء أفغانيات يتظاهرن في كابول للمطالبة بحقوقهن وإعادة فتح مدارس الفتيات. دخلت وحدات من الجيش إلى قرى نصيب وأم المياذن والطيبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة درعا بعد إنجاز عمليات التسوية. هذا وبدأت وحدات الجيش منذ صباح اليوم عمليات التفتيش والتمشيط على جوانب الطرقات العامة المؤدية إلى القرى الثلاث ومداخلها ومحيطها، ورفع المخلفات المتفجرة إن وجدت، حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لعودة مؤسسات الدولة لعملها الخدمي المعتاد. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي. هذه البلدة والتي هي من جملة البلدات الثلاثة التي انضمت بالأمس إلى اتفاق التسوية، بلدات أم المياذن وطيبة ونصيب. واليوم بدأت تتوزع وحدات الجيش العربي السوري ضمن هذه البلدات لإجراء عمليات التمشيط والتفتيش ضمن هذه المناطق، وتم توزيع هذا العمل إلى مجموعة قطاعات. كما نلاحظ يعني هنا بعض المجموعات، وأيضا بعض المجموعات التي أنهت القسم الجنوبي من هذه البلدة والتي قادمة هنا باتجاه القوات، وأيضا بعض القوات التي ما تزال الآن تقوم بعمليات التفتيش والتمشيط في القسم الشرقي لهذه المدينة. بالتوازي مع ذلك أيضا مع عمليات تفتيش التي تجري في بلدة الطيبة، هناك أيضا عمليات تفتيش أخرى تجري في أم المياذن وأيضا في نصيب، استكمالا لعملية التسوية والاتفاق الذي تم في هذه البلدات. وكانت بطبيعة الحال وحدات الجيش العربي السوري قد، أو اللجنة التسويات كانت بالأمس قد انتهت من عملية تسوية الأوضاع ضمن هذه البلدات. تم تسويت أوضاع المئات حقيقة من أبناء هذه البلدات، وأيضا تم تسليم عشرات قطع الأسلحة في هذه البلدات. توازيا مع ذلك أيضا هناك جهد مستمر باتجاه أيضا بلدة صيدا التي انضمت صباح اليوم لاتفاق التسوية وبدأت عملية تسوية الأوضاع فيها وتسليم السلاح. كما نلاحظ الآن اليوم يعني انتشار الجيش في هذه المناطق له أهمية كبرى حقيقة لجهة تأمين هذه المناطق، تأمينها من مختلف يعني إذا ما تحدثنا عن عبوات ناسفة كانت، وأيضا عن بقايا ألغام موجودة في هذه المناطق، ضمان تأمين هذه المنطقة بشكل كامل، ضمان انتشار الجيش العربي السوري بشكل كامل. هناك أريحية حقيقة أيضا مع حالة الأهالي وانتشار الأهالي اليوم، أو انتشار الجيش والتقاه بالأهالي اليوم، هناك حالة شعبية فعلا تؤكد على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لعملية الاستقرار، الضامن الوحيد للأمان في هذه المناطق. يعطيك العافية أخي الكريم، يعطيك العافية. طيبة بالطيبة كيف بتشوف انتشار الجيش كأهالي اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، الله يحمينا يا رب ويديم الأمن والأمان يا رب إن شاء الله. ليش مهم يرجع الأمن والاستقرار اليوم؟ أكيد أكيد إن شاء الله، الله يهدي الأمور يا رب. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. عافيك يا جماعة. اليوم شو رأيكم بدخول الجيش وتنفيذ الاتفاق؟ الله محيي الجيش، الجيش أولادنا، إخواننا، نحن بنرحب بالأمن والأمان، بنرحب بقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، الله يحمي هالبلد ويخليهم يا رب ويبعث لنا الأمن والأمان يا رب. يعطيك ألف عافية. حياك الله. العافية. لازم اكيد، لازم اكيد، العاد الناس ترجع لاشغالها اعمالها ارزاقها، لازم اكيد هالشيء. شكرا كثير. اذا يعني فعلا اليوم هناك ضروره ملحه من قبل هؤلاء الاهالي، من قبل اهالي هذه البلدات، في ضروره عوده الامن والاستقرار لهذه المناطق. اليوم لابد من عوده الامن والاستقرار، وطبيعه حال جهد الدوله السوريه مستمر في هذا المجال لجهه تسويه الاوضاع وتسليم السلاح وانتشار الجيش العربي السوري، تامين المناطق. اليوم بامكاننا القول ان حوران تتجه باتجاه خطوات واثقه وثابته باتجاه اعاده بسط سلطه الدوله السوريه، اعاده الامن والاستقرار الى هذه المناطق. كنت انا معكم فراس الاحمد من بلده الطيبه ريف درعا الشرقي. انطلقت اليوم في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة. اليوم إن شاء الله الشباب عم بيفتحوا صفحة جديدة، إن شاء الله لكل الشباب أوعى من أول ورجعوا للوطن لبناء الوطن وإعادة إعماره، وبيفتحوا صفحة جديدة بحياتهم ليعودوا مواطنين طبيعيين إن شاء الله بيساهموا ببناء هذا الوطن. أنا ابني خدم سنتين أو ثلاث سنين بالرستن وشكل في رارفر
واليوم انا جاوب بيدي اللي هو يوسف ابني وجاوب بيدي اليوم انا دراج وعمل له تسويق واحنا يخدم الجيش. احنا عاد ما اخذ مع صاحبنا احنا بنشكر القياده واللي قاموا على القياده واللي قاموا على القرار والسيد الرئيس يعني احنا بنستنى هالفرصه هاي من زمان والشعب السوري صار في عنده وعي يعني كافينا عاد ما اخذ الايام اللي فاتت واحنا اليوم بدنا نعيش بامان عساكر فارين هسه جايين نسوي وضعنا ونرجع نخدم خطانا كيف عم نشوف الاجراءات تمام كل امور تمام واجراءات ماشيه سهله أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أزمة المياه المستمرة في شمال شرق سوريا تؤثر على 5 ملايين شخص وخلال إحاطة إعلامية قال ستيفان دوجيريك إن المواطنين في هذه المناطق لم يتمكنوا من الحصول على مياه كافية وآمنة بسبب انخفاض مستوياتها وتعطل شبكات المياه وانخفاض القدرة التشغيلية لمحطاتها وهو ما أدى إلى زيادة انتشار الأمراض وحد من إمكانية التصدي لجائحة كورونا كما كشف دوجاريك عن خطة سيتم تنفيذها على مدى الأشهر 6 القادمة تستهدف نحو 3 ملايين شخص هم الأكثر تأثرا من تلك المناطق من شمال شرق سوريا. دمرت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها منازل عدة وأحدثت أضرارا بالبنى التحتية نتيجة قصفها بالمدفعية عددا من القرى في محيط ناحية تلتمر بريف الحسكة الشمالي الغربي. القصف المدفعي العنيف نفذته قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع مرتزقتها من الإرهابيين المنتشرين على امتداد الحدود مع تركيا واستهدف قرى الدردارة وتل جمعة وحمرة وتلشنان ما تسبب بتدمير 3 منازل ووقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية. قتل مسلحان من ميليشيا قسد في هجوم نفذته الفصائل الشعبية في ناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي. من جانب ثاني طلع محافظ الحسكة غسان خليل على أحوال الجرحى من أهالي بلدة تلبراك وقراها الذين اعتدت عليهم قسد أثناء منعهم الميليشيات من نهب وسرقة معدات محطة نستل لتحويل الكهرباء والذين واجهتهم الميليشيا بالرصاص الحي. كذلك بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة توزيع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة في منطقة تلبراك وريفها. حصل خلال اليومين الماضيين في تل براك هو كان سطو مسلح بكل معنى الكلمة على خدمات المواطنين على مولدات الكهرباء التي تم نقلها من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى والتي كانت تخدم المواطنين منذ عشرات السنين. هذا كان فعلا في وضح النهار وما قاموا به أبناء منطقة تل براك ومن الالتفاف الشعبي الذي حصل في هذه المنطقة كان رسالة واضحة جدا للمحتل الأمريكي وللميليشيات التي تعمل معه بأن الشعب رافض كل الرفض لهذه الممارسات. رسالة هي رسالة سلمية نحن من عندنا بس من عندهم يعني كانوا مصفحات أمريكية ودعم قسد وأنا صبت طلق ناري بالأجر اليسار طلقتين وطلقة بالخاسرة اليسرى. طلعنا لعدهم طلعنا سلمية إحنا لأنه دا شيء نسلاح شيء طلعنا بس إنه مشان ما تنشال قمنا رحنا لعدهم قاموا يضربونا بالفشل وأنا تصابت بطلق ناري وفخذي. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن إغلاق صناديق الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية وفيما أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون عن عدم تسجيل أي خروقات في التصويت العام. قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن العراقيين سيسمعون غدا خبرا أمنيا مهما. وفيما أعلنت الدفاع العراقي أن 33 طائرة
تؤمن المراكز الانتخابية عبر طلعات جوية في كل المحافظات، إلى جانب وجود 300 ألف مقاتل يشاركون في تأمين الحماية، استمر توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة 6 تلبية للدعوات السياسية المكثفة حول ضرورة المشاركة لنحو 25 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع بحسب ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كل الانتخابات وفي كل المكاتب كانت حقيقة مفخرة وسررنا لانضباط العمل من قبل موظفينا ومن قبل مراقبينا ومن ضمن ومؤسساتنا الداعمة، محل مفخرة حقيقة. وصل الفلسطينيون في بلدة بيتا جنوب نابلس حركهم الاحتجاجي ليتمكن عشرات الشبان من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي كان الاحتلال قد أخلاها من المستوطنين فوق جبل صبيح في تحد لجنود الاحتلال المتمركزين في تلك المنطقة. قمة الجبل، لكن ها هم جنود الاحتلال. يا علم عليكم زكريا، الصلاة ضرية، علم عليكم زكريا، هم الحدود لا الحدود، علم عليكم محمود. كذلك أقدم جرافات الاحتلال على تنفيذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية، ما أدى إلى ظهور عظام ورفات للأموات قرب سور القدس المحتلة. وفي القدس المحتلة شن الاحتلال سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين، ولا سيما بلدة الطور وباب حطة، حيث تصدى لها الشبان المقدسيون بالمفرقعات النارية. وفي باب العمود اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين، ومن بينهم الفتى أنس محمود الذي نقل إلى المستشفى وقد بدت عليه أثر الضرب بعد اعتقاله الوحشي. حبيبي اتشف خواجبك صحيتك. أكدت موسكو أن واشنطن شطبت أسماء عدد من المواطنين الروس من قائمة العقوبات الخاصة بها مقابل موافقة روسيا على استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في أراضيها في زيارة تنطلق غدا. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن زيارة نولاند تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي، وذلك بعد أن كانت مدرجة منذ عام 2019 على قائمة العقوبات الخاصة بموسكو. على الرغم من حظر حكومة طالبان للتظاهر، تجمعت نساء أفغانيات في كابول للمطالبة بحقوقهن المدنية، وطالبت النساء المحتجات بإعادة فتح مدارس الفتيات وحق العودة إلى العمل. فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده تتطلع إلى الشرق لا يعني ترك الغرب، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% قد تجاوز 120 كيلوغراما، لافتا إلى أن العمل جار لتدشين مفاعل خنداب للماء الثقيل في أراك. ودعا إسلامي الوكالة الذرية للعمل وفق نظامها التأسيسي ودعم الدول الساعية للحصول على الطاقة النووية السلمية. كذلك أكد إسلامي أن الشعب الإيراني يعلم جيدا أنه كان على القوى الغربية تزويد إيران بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، مضيفا أنه كان من الطبيعي أن يواجه الإيرانيون هذه المشكلة ويجدوا الحل بأنفسهم. إلى أخبار الاقتصاد مع خالد. مساء الخير خالد. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. المؤسسة العامة للدواجن نحو 75 مليون بيضة إنتاج المؤسسة منذ بداية العام الجاري.
المدير العام لهيئة الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار أعاد تصنيف الأنشطة الزراعية لدعم القطاع الزراعي. أهلا بكم من جديد. أكد المهندس سراج خضر المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن لقناة سماء أن المؤسسة مستمرة في إنتاجها، مبينا أنها أنتجت نحو 75 مليون بيضة منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وتضع بخطتها زيادة الإنتاج رغم الصعوبات التي تعترضها لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. نجحت الحقيقة المؤسسة في تجاوز الصعاب، في استيراد مستلزمات الإنتاج بالرغم من الصعوبات، في وجودها بقوة في الأرض في السوق والميدان الحقيقة، من خلال صالاتها، من خلال نوافذ التدخل الإيجابي المنتشرة في المحافظات، من خلال طرح منتج جيد وله ثقة، يحظى بثقة المواطن ويحظى بثقة المستهلك، وبأسعار أقل من القطاع الخاص لا تقل عن 10 إلى 15% الحقيقة. إنتاج المؤسسة لغاية الآن بحدود 75 مليون بيضة، حوالي 600 طن فروج، وهو بازدياد للعام القادم. أدخلنا قطعان جديدة، وصلنا لعتبة المليون فرخة في التربية بين الرعاية وإنتاج، وهذا سنجني ثماره في العام القادم. أكد حسين سليمان مدير الصحة الحيوانية في وزارة الاقتصاد والإصلاح الزراعي عدم منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز الجدايا المراد تصديرها إلى الخارج، أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن. وأضاف سليمان أن جميع الرؤوس المراد تصديرها والبالغ عددها 100,000 رأس ما زالت في فترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة. وأوضح أن عملية الحجر تتم في مزارع المصدرين والبالغ عددهم 100 مصدر، وسمح لكل منهم بتصدير 1,000 رأس من ذكور الأغنام والماعز بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب محافظة حما مساحة 4701 هكتار لزراعة المحاصيل العلفية والرعوية ضمن خطتها للموسم الزراعي المقبل. وأوضح المهندس وفيق زروف مدير الثروة النباتية في الهيئة أن خطة زراعة المحاصيل العلفية والرعوية تتضمن زراعة 4525 هكتارا مروية و 176 هكتار بعلية، لافتا إلى أن زراعة هذه المحاصيل ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بأراضي منطقة الغاب بسبب انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاجها وتوفر البيئة المناسبة لزراعتها ووجود إقبال على شرائها من قبل مربي الثروة الحيوانية. أكد زياد صباغ وزير الصناعة أن أسعار الإسمنت التي ازدادت هذا العام أكثر من مرة ليس الغاية منها تحقيق أرباح، لكن الموضوع مرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج. ونوه وزير الصناعة إلى أن ارتفاع أسعار الإسمنت ليس هو الأساس في ارتفاع أسعار العقارات، وليس له انعكاس كبير على سوق العقارات، لأن مادة الإسمنت هي أو ليست الوحيدة في العقارات، مشيرا إلى أن هناك ثقافة متداولة وخاطئة بأن ارتفاع سعر مادة ينعكس على المواد كلها، وكذلك ارتفاع سعر المازوت يرفع أسعار المواد كلها وهكذا. أوضح ميديان دياب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني تستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ضريبة الدخل بمعدل 100% طوال فترة عمل المشروع، وتستفيد مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت الفرز والتوضيب للمنتجات الزراعية من تخفيض 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات. وبيّن دياب أن القانون الجديد يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل
ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية، ومنها الاستثمارات الزراعية لما تمثله من أهمية خاصة. عقدت غرفة زراعة اللاذقية اجتماعا في قرية اللحويز بريف جبلة، ضم النحالين والمختصين في تربية النحل من المحافظات كافة، وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض عملهم. في هذا المكان قرية اللحويز بريف جبلة دارت مطالب أصدقاء النحل أو ما يسمى النحالون، وسط اجتماع ضم مجموعة من المختصين وأصحاب الشأن. اللقاء الميداني مع النحالين المنتجين الأساسيين اللي هن مهتمين بهذه التربية للاستماع إلى مشاكلهم ونقل إلى كل مشكلة إلى الجهات المسؤولة عن هذه المشكلة ومتابعة حل كل الصعوبات اللي موجودة، كمان مع المصارف الزراعية، موضوع تأمين القروض، موضوع تأمين الخلايا، تفعيل إنتاج الخلايا، مرض النوزيمة، إلقاء محاضرة حول هذا المرض وخطورته وخاصة في الانطلاقة الربيعية، وتوجيه النحال للوقاية والعلاج من هذا المرض الذي يفقد أحيانا من 10 حتى 40 إلى 50% حسب المنطقة من النحل. قرارات اللي أخذوها هي منع استيراد منتجات الخليج والاعتماد على الطاقة النحلية الموجودة في سوريا وتنمية هذه المهنة بالطاقة الموجودة ضمن الأراضي السورية، توفير بالقطع الأجنبي للدولة وتنشيط النحال السوري. المطالب تمحورت حول مشكلة عدم السماح باستيراد منتجات الخلية ودعم النحالين في سوريا وفتح سوق التصدير وتأمين مادة المازوت والسكر وغيرها من المطالب التي تنتصر لسلامة النحل والمنتج. موضوع تسويق العسل، بموضوع الأمراض، بموضوع الأدوية، سوينا جدول أعمال بيننا وبين غرفة الزراعة بحيث أنه نزلل هالعقبات ونوصل لحلول. نحن عندنا مشكلة موضوع تسويق العسل، كقيمة العسل متدنية جدا، فنحن بنقول نطلب أنه يكون في موضوع حل لهذا الموضوع. توحيد الآراء في قضايا كثيرة وأهمها عدم استيراد النحل وعدم استيراد العسل. استيراد يعني منتجات الخلية، ونحن منتجات الخلية اللي عندنا نحن ما عم نقدر نصرفها. في عندنا مشاكل مثلا الاجتماع هون على استيراد النحل. ليش تستوردوا نحل؟ وعندنا نحل، عندنا طرود، عندنا عقبر، عندنا غبار طلع، عندنا كثير موجود. بنعاني مثلا من غلاء المستلزمات النحل بشكل عام، من خلايا، من إطارات، وهالشي هذا كلياته ما بيتوافق مع إنتاج الخلية نهائيا. نحالون يدورون حول تحسين رزقهم كما يدور النحل في فلك الحياة، متخذا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من قرية الحويز باسم عباس، قناة السما الفضائية. شاهدين أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى نزار. شكرا. سوريا أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابة بفيروس بري باكستاني المنشأ حملته المجموعات الإرهابية المسلحة، فأطلقت وزارة الصحة على أثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سرية الفيروس، ولم يبلغ حينها عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014، لكن المرض عاد في حزيران 2017 عبر تسجيل إصابات بفيروس متحور في المنطقة الشرقية، لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سوريا مجددا من شلل الأطفال ووصفه بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي.
تأكيدا على دور الحملات الوطنية للقاح في حماية الأطفال دون سن الخامسة في الوقاية من المرض ومنع انتشاره، أطلقت مديرية الصحة بالحسكة الحملة الوطنية للقاح ضد شلل الأطفال، والتي تستمر طيلة أيام الأسبوع مستهدفة أكثر من ربع مليون طفل عبر عشرات المراكز والفرق الجوالة بما فيهم الأطفال في المخيمات. طبعا المستهدف هو كافة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وبغض النظر عن اللقاحات السابقة التي أخذها الطفل، من يقوم بهذا اللقاح هو فرق مديرية الصحة حصرا، لا يوجد غيرها، وهذه اللقاحات هي فعالة وآمنة، وننصح كافة الأهالي بأخذ أولادهم إلى مراكزهم. وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالا من الأهالي لإدراكهم لأهمية اللقاح في حماية أطفالهم، مع دعوة الجميع للوصول إلى المراكز أو التعاون مع الفرق الجوالة لإنجاح الحملة الوطنية والوصول لكل الأطفال المستهدفين. اليوم جبنا أطفالنا من هذا اللقاح شلل الأطفال، ومشان حماية الأطفال، وإجباري أي واحد عنده طفل لازم يجي يلقحه مشان حماية له بالمستقبل. جينا نلقح مشان الأمراض، مشان كل شيء، مشان أنصح الأمهات مشان أطفالها إنه تجي تلقح، ومشان الأمراض جينا مشان لقح الطفل الوقاية ووقايته من أي أمراض ووقاية مشان الأطفال. جينا تلقح حفيدي، واللقاح كتير كويس من شان الأطفال، وإن شاء الله كل الأطفال يكونوا بخير وسلامة. أتمنى أنهم يجي كلهم يلقحوا كلياتهم عشان الحصبة واللقاح النظام. رغم الظروف والإمكانات المحدودة للقطاع الصحي في الحسكة نتيجة وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي، إلا أن حملات اللقاح تشهد نجاحا لافتا، تنجز فيه الحملة على أكمل وجه. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. تذكرون بالعناوين. نحن نرحب بالأمن والأمان. الجيش يبدأ تمشيط قرى النصيب وأم الميادين والطيبة جنوب شرق مدينة درعا. بدون خروق في التصويت، انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع العام في العراق. ونساء أفغانيات يتظاهرن في كابول للمطالبة بحقوقهن وإعادة فتح مدارس الفتيات.